طبعا عشنا خلال الايام اللي فاتت اجواء الثانويه العامه ونتائج الثانويه العامه، والحمد لله في ناس قدرت انها تحقق حلمها وخلاص قدرت ان هي ان شاء الله عارفه ان هي داخله الجامعه او الكليه اللي هي كان نفسها فيها، وفي ناس يمكن ما حالفهمش الحظ لكن اعتقد دلوقتي يكونوا حتى لقوا خطه بديله. لكن الحاله اللي معانا الحقيقه دلوقتي او النموذج اللي معانا هو نموذج مختلف، هو نموذج من الاصرار والتحدي اللي خاضها خالد محمد. خالد محمد بيعتبر أكبر طالب في الثانوية العامة، عمره 52 سنة، هو في الفيوم واللي قدر أنه يجتاز الامتحان ويحصل على مجموع 54%. بعد ما حقق التحدي بيحلم دلوقتي بأنه يلتحق بكلية التربية النوعية، ويمكن أدى بالفعل كمان اختبارات القدرات في الكلية. حياة جديدة رسمها خالد محمد صاحب 52 عاماً بعد أن أصر على استكمال تعليمه في ذلك العمر المتقدم واجتياز مرحلة الثانوية العامة، وخاض ماراثون الامتحانات حتى حصل على مجموع 54%، الذي اعتبره إنجازاً ونجاحاً لإصراره على الحصول على الشهادة الثانوية ودخول المرحلة الجامعية. حلم جديد يستهدفه خالد محمد بعد اجتياز المرحلة الثانوية، وهو استكمال دراسته الجامعية في كلية تربية نوعية. واقترب من تحقيق رغبته في الالتحاق بالكلية بعد فتح التنسيق وأداء اختبارات القدرات بالكلية، خاصة أن طموحه غير متوقف، ويأمل في أن يكمل بعد ذلك مرحلة الماجستير والدكتوراه أيضاً. تحد من نوع خاص واجهه خالد محمد، خاصة أن ظروف الحياة أجبرته على عدم تحقيق حلمه بالالتحاق بالمدرسة، لكنه بعد فترة من زواجه التحق بفصول محو الأمية، بعد ذلك حصل على الشهادة الإعدادية، ثم التحق بالثانوية العامة والتي نجح في اجتيازها في الوقت الحالي. خالد الذي يخصص 3 ساعات يومية للمذاكرة يعد أكبر طالب بالثانوية العامة، والذي أصر على المذاكرة المنزلية دون أن يعتمد على الدروس الخصوصية، مع الاعتماد أيضاً على المذاكرة من الكتب المدرسية التي تأتي من وزارة التربية والتعليم، كما أن ابنته تدرس بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وكانا في بعض الأحيان يذاكران مع بعضهما في عدد من المواد المشتركة. وعمت الفرحة خالد محمد وأسرته بعد أن تلقى خبر النجاح واستقبل التهنئة من جميع أصدقائه وجيرانه لحصوله على الثانوية العامة في ذلك السنة.